يا ولا فامي، رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. باش ما كتمنوا يا ربي، الفيديو ديال اليوم غيكون سبيسيال على الفيديوهات اللي فاتوا. الفيديو غيكون عباره على اسئله سهله بمناسبه الشهر الفضيل، اجمل شهر في السنه، والجائزه غتكون عباره على كتاب الله وهو القران الكريم، حيت كما كتعرفوا ولينا عايشين في عصر الحداثه والمعلومات اللي قوات فيه بزاف الوسائل الالكترونيه. يبعث بزاف ديال الشباب على كتاب الله، وبمناسبة الشهر الفضيل غادي نقدم لكل فائز معنا جائزة قيمة، وهاد الجائزة لا تقدر بثمن. واخا نعطيك اللي عطيتك ما غاديش تقدر هاد الجائزة بشي ثمن. المهم الخوت، ما تنساوش ابوني ولايك الفيديو الى عجبكم الفيديو، كتبوها لي في كومونتير باش نزيد نقدم في هاد الشهر الفضيل اكثر. دابا كما كتشوفوا معنا المشاركين، معنا 12 لواحد، ندوزو لهم. معنا علي ويوسف، أنس، عبد الوافي، جلال، محمد، حسام، وأمين، والحسام الثاني، وزكريا، وأنس. دابا الدراري أمجد غادي يفرق 12 الرقم على المشارك. فرق أخي أمجد. دابا السي خالد غادي يختار أربعة المجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة، اختار ثلاثة الأرقام من واحد حتى 12، واللي اختاريتي ما تعاودوش. ثلاثة وزيد، زيد زيد، ثلاثة وخمسة وحداش، ثلاثة وخمسة وحداش، ثلاثة وخمسة وحداش، علي ثلاثة وخمسة وحداش. سير أخوتي وقفوا تما، اختار أخي، اختار عاود أخي خالد. سعود جوج و 12، سعود جوج و 12 يا أخوتي بالزربة. أعطيني ستة، ماش سعود سعود. اختار أخي خالد. واحد أربعة، واحد واحد أربعة و 8، ها مجموعة فيفا خوتي فيفا الخوت. صافي تقسموا المجموعات، عندنا أربعة المجموعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة. خي خالد فرق اللوحات الدراري. الخوت عندي 25 سؤال هنايا، غيكون داكشي بالتنقيط، كل سؤال صحيح عندك نقطة. معنا خاي خالد كيقيد النقطة. عندنا السؤال الأول، داك شحال د الألوان كاينين في قوس قزح؟ متش متش شابو كاين؟ كتاب اكتب مزيان، اكتب مزيان، اكتب مزيان، اكتب. شنو ثاني؟ طالبوا بالتغيير. كرونو كرونو كلشي سالا؟ هز خالد قيد لهم واحد زائد زائد. عندنا السؤال الثاني، كيقولك ما هي اعلى قمه في العالم؟ اش كيفاش اعلى قمه في العالم؟ ساليتو راشد ايفيرس ديكشي هيمالايا؟ لا لا خطأ، ما ديرلوش زائد، ديرلو ناقص. ديرلو ناقص. اه مجموعة هاي هادي. السؤال الثالث، ما هي أكبر قارة من حيث المساحة؟ عندنا أمريكا وآسيا وإفريقيا. أمريكا وآسيا وإفريقيا وحدة من هاد. ساليتو هز عطيهم زين. السؤال رقم أربعة، لا أنا أعطيهم. ما هي السورة التي ختم بها القرآن؟ عندنا سورة الكهف، سورة الناس، سورة الإخلاص، وحدة من هادو. ما هي السورة التي ختم بها القرآن؟ سورة الكهف أو سورة الناس أو سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص. عاد يلا هز أخي، يلا كلشي هز كلشي هز. جوج غلط،
داك جوج صحاح. شجيعات ما اسم صغير ديفدا هاي لا ما تنسى ساليتو هزا خاي صافي كلشي واجد يا هادي السؤال رقم 6 ما هو أسرع حيوان في العالم؟ أسرع؟ حيوان في العالم هزا خاي سؤال رقم 7 إلى أي صنف تنتمي الدلافي؟ إلى أي صنف ينتمي الدلفي؟ الصنف واش من ناحية ديال كاين واش زواحف واش برمائيات واش ثدييات ثدييات او البرمائيات او الزواحف ساليتو انا دغيا كرونو مرة نشوف كرونو صافي سالت هز زكريا هز صحا كلشي صحا شحال من لعيب كيكون اسكت اللي كيلعبوا شحال كيكونوا في الفرق داخل الديره صافا ماشي نجم اللي كيلعب اللي كيلعب واصح هز اخي هز هز شحال كتبتي تما حيو خاطر سؤال لمورا كم سنة عاش ابن رشد كم سنة عاش ابن رشد لا كتب كرونو اخي غير يتوصل وقتاش شحال من سنة عاش هز شحال تما زكريا كلشي خطأ خطأ كلشي خطأ عاش 101 انا مازال كنعرف حي القرن السؤال المورا من هو اول فريق عربي شارك في كأس العالم اللي عارف يسكت سؤال مورا على ماذا يطلق اسم الذهب الأسود سكت كرونو هز شادي لا خطأ هز أنس أقاك صخر يقع من الفضل لا مجموعة رقم 4 مجموعة رقم 1 الله عليك يا بابا علي مورا ما هي أكبر أنواع القطط عاود السؤال ما هي أكبر أنواع القطط أنواع القطط القطط يلا كرونو سلام هز دخل هز 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 خطأ صحيح هز هز خطأ أول صحيح هذا النمر كم عدد أسنان الإنسان البالغ كرونو سالس هز اخي هز 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 32 مجموعة رقم 1 ومجموعة رقم 4 سؤال مورا ما هي الصورة التي تبدأ بالبسملة مرة ماشي
هز اخي صافي سالا هز 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 شنو كتبتي؟ لا نمل لا لا المجموعة رقم واحد قالي صحيح النمل احنا كنعوضو النمل ما اعرف اي صورة في القرآن الكريم لا تبتدئ بالبسملة يا بسم الله الرحمن الرحيم ايه هادي يقولوا مين سالة هز شنو كتبتي لا مجموعة رقم ثلاثة مجموعة لمورا يلا 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 من هو الصحابي الذي أطلق عليه اسم الصادق الأمين من هو الصحابي الذي أطلق عليه اسم الصحابي اكتبها صحابي الصادق الأمين هز أخي هز شنو كتبتي؟ المرة الجاية إذا هزيتي معطل ما غاديش تحس ما عندي مسلي مساحة عندك كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ خطأ رحيم يلا هز شنو كلشي غلط كلشي غلط ياتي لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم شوف انا اعطيكم تفكروا في هذا شوف لمصلحه شوف انا نمشي نقول لي فودني صافي عين قولوا لخالد فودني سير اخي خالد تكلف سير الجمعه واحد خالد اخي رحنا رابحين صافي خالد هو كونستاتور لا خالد ما كاينش الشرشوة يلا اخي خالد علي بعد منه شكون المجموعة اللي صحيحة اخي هادو اول جواب اللي عندي ما هو الحج الاصغر سكت نمشو ظاهر فكرت فيها سالت هز اخي هز خطأ المجموعة رقم ثلاثة غلط كم يوم كم يوم يوجد في شهر فبراير كم يوم يوجد في شهر فبراير زو اخوتي سهلة اعطيو من السنقطة هادوك علاش 28 لا لا كل عام هذاك غلط 29 لا 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 29 كلشي صحيح صافي صافي كلشي صحيح من هو ادخل حيوان في العالم من هو ادخل حيوان في العالم سالت دو هز اخي شنو هاديك؟ حوت شنو هاديك؟ حوت واحد جوج ثلاثة المجموعة رقم جوج غلط سؤال لمورا من هو الصحابي الذي ختم القرآن في ركعة واحدة؟ هذا ما عرفتش سيرو قراو هذا هز اخي هز سالك هز
بزك شهير يا صحيح. كم كم يمتلك الاخطبوط من قلب؟ كم يمتلك الاخطبوط من قلب؟ يلا هز 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 مجموعة رقم جوج عندنا خي عين دابا ندوزو نكتبو النقط. يلا سير مجموعة صغيرة اللي وصلت واحد عدد صغير من النقط. عندنا مجموعة رقم جوج اشرد النقط. عندنا مجموعة اللي تبعاتها مجموعة رقم ثلاثة 15 نقطة. عندنا المجموعة رقم واحد 16 نقطة. عندنا المجموعة رقم اربعة عليهم اخوان عليهم مجموعة رقم ربعة جي واخذ الروح الرياضي. شكرا على هذه المسابقة هذه وهذه مبادرة زوينة من خويا أديب وكنتمنوا له التوفيق في المستقبل. هنا خويا أديب وشنو ما ينساوش؟ ما ينساوش أبوني وجيمو ديما جيم بارطاج بارطاج. شكرا اخي اديب الدراري كما كتشوفوا هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. كما كتشوفوا الفوز كان من النصيب ديال المجموعه رقم 4 والدراري اللي ما وقفهمش لحد هذا معانا في هذه الحلقه هذه مره واحده اخرى ان شاء الله تربحوا معنا مع جوائز مختلفه. ما تنساوش لايك وبارطاج وكومونتير يكون زوين ونشوفوا فيديو جديد.